بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات اللواتنية إلى آيات عفرتا سورة الأنفال درسيه رأي دود ميسا وحي هيد واتقوا كبقى إسكا إلى ليوك عفصد فتنة فتنة عقاب لا تصيبن أن أسيبين الذين كوي ظلموا ظلم سميه أي سبب توضا كتمن ومنكم إذنك إذنك ميدا خاصة قارعان أن أسيبين مصيبة ددك إذن بلياشها أمتاي كل يود أن كوي أكين إسكا إلى ليه سيد الله إسكا إلى المحاوي إذن بلياشا إن لقاقبت حمانتي كتلا واعلموا أقاد أن الله ألا شديد العقاب عقابتي سوى الدرنت واذكروا حصوصتا صحابة المهاجرين انت بدن هذا القول عيا حصوصا إذ وقت أنتم إذنكوا آدهي قليل آدي ريدان مستضعفون اللي إذن ضعيفين يتبردر ريدان في الأرض للك الدحليس تخافون أتكب قيسين أن يتخطفكم الناس وضدكم إنه إذن بابا خطفكوا وشي دقدق لولتكي وفأواكم ألقوا إذن دمي أو إذن ديتي مدينة وأيدكم إذن كأتكي بنسره قرقار كيسو قال ذي أتكقوا الهشان ورزقكم ألقوا إذن كأرزاقي من الطيبات وحوان أكسان إيا غنيمو لعلكم تشكرون السيادة الشكر له قال المهاجرين تأبدا أنصارتنا ويسكسوا قليل مهاجرين تأبداً بالي الوقت قاعد يريدن بالكورنا، قد مستضعفين هيدين مكتشوك تين، قد قاعنكو قبضة هيدين، أو لإذن قميسين شري، أو أتكب قيسين ينضطكو إذن بابا، لإذن لك هلا تقو، الله سبحانه وتعالى سيدنا إذن كوجر جاري، الله مر كان نعمتي وهو نعمة يبو شيء وقت قاعه راح صوص هي سيدو الله قاعن إذن سيه، وإذن كوجر جاري مر كوحوية. عدك سوى إن تدب سوى مرت إلهي خير سيئ شكري قال لك الربا قال ذا كلمة واذكروا حصوصة إذ وقتي أنتم إذنك قليل آد يريدين إذ وقتي أنتم إذنك قليل آد يريدين مستضعفون اللي إذن ضعيف سنشلوا اللي إذن قمي سنشلين في الأرض دلك دحليس مركات مكتشوكتين تخافون أتكبقيسين أن يتخطفكم الناس تدكمينوا إذن بابا إذن كلاقاتو قيبة مال غلايو فأواكم ألا وإذن دجية وإذن دمي أنصاربو ألا إذن لدجية ومدينو النبدالية وأيدكم ألا وإذن كأتكي بنسره قرقار كيسو ملائكتي يو أنصار لفتاذا يو حبات هشين ورزقكم ألا وإذن كأرزاقي من الطيبات وحوناك وغنيمتو كمتهاي لعلكم تشكرون سيادة الشكر ذا marka cid kasto alla u nicmeeyo shukri baa laga raba ya ayuha alladina amanu dadka mu'mininta ah la takhunullaha alla khayanina war rasuula rasuul allana khayanina wa hada sayeshan takhunu ad khayantan amanatukum amanati alladin dimi hada alli rasuulka khayantan waxa khayantan amanati alladin dibaye islaanimada ahayde cibaadada ahayde nooca ahayd ya khayantan وأنتم يدكون تعلمون أد أكتهين مركز وخيانسة آيادو وحيكوتهم وعام هرت آيادو لكن الليلة أبو اللباب بن عبد المنذر مركي النبي قرهي بني قريدة حصاري ودي أنصار قار أبي صاحب آيان يؤدري النبي الله محمد أبو اللباب بن عبد المنذر وحيل أشيقه إنه يحكم كيقى إسكو ديبان وإسسو ديبان أشيق مركو أتقويد ورسال سال الرباه markaas ay waxeeyeen way la tashadeen oo maxaan lagu sameyn baynaa dabxi buu inta saaw u ishaaray dabxi buu sidaas oo kale uu ishaaray markaas ay waxay yiraahdeen ee qolada riyaan saareed ee Sa'd bin Mu'ad ama Sa'd bin Ubada yaanu ku dagayna hukumkiisa Abu Lubaba markii baa uu iskartay inuu khald galay nin fiican oo ah munaafiq ma ahayn markaas uu intuu tagay wuxuu ku dhaartay inuuna waxna cunin waxna cabin saaxannin tiir buu isku xidhay masaajidka dhexdiisa wuxuu yiri ilaa aan dhinto ama Allah iga toobo aqbalo wala inaan iska fureynin nabiga loo sheego toobadiisi marka way timid oo toobadiisi baa loo sheegay markaas uu yiri nabigu iga furmo yaani wala inaan yeelayno
marka aayadu ninkaasi asal ahaan ku soo dagtay ha ahaatee waa caam way qofka soo khaayna wala la xisaabtamay ya ayuha alladina amanu dadka mu'mininta wala takhunullah allaha khayaanina iyo war rasuul rasuul wa hadad allaha rasuul khayaatan wa takhunu amanatikum amanadini ad khayaantayn diintii oo dhan baad khayaantayn wa antum idinku taalamuuna waad ogtihiin marka aad khayaano sameeyneysa wa'lamu ugaad annama amwaalukum xoolihiin iyo waawlaadukum arurtiin fitnatun fitna way wa anna allaha allana indahu aktiisa ajrun ajr ba aliman way abu lubabe yasi wali tilmaamaysaayo feebani qureyda arur iyo xoola u dhaxdegana beero ku dhaxalha arur iyo u dhaxdegana ku dhaxalha marka xoolaha iyo arurtu waa fitno meel baas bay kaari iyaga dartood baad u dambaabi waa sida way waa iska ilaali واعلموا أجداء أنما أموالكم حولهن هذا النجنة وين هاي ستأجوا يو أولادكم عروتين فتنة فتنوي وبلايو وأن الله ألنا عنده أكثي سوحاء أجر أجر عظيم نوي معناه حلليه عروتي حولها درتاد حقها ولا حننا واحد دلتهن أجر الله يطلب يا أيها الذين آمنوا مؤمنين فيه إن تتقوا الله الله تتكبغ ذا ود الله عبدان يجعل لكم حويدين يلي فرقانا مخرج ميلاد كبحدان لبك السوء يمادة ميلاد كبحدان بويدين يلي فرقانا حقية بعد الكلاسوع بويدين يلي برا حقية بعد الكلاسوع مركا اللي يداه ده وحوي وخاص مركا وحكفي عن عام نمضه حقية بعد الكلاسوع اللفتيسة مخرج كوسوء ده قلي ويكفر عنكم ويدين كتر تري سيئاتكم حمانتيني ويغفر لكم وإذين دافي والله الله سبحانه وتعالى ذو الفضل فضلك وصاحبه ويا العظيم أول مؤمنين تي هداد قال لي إنك بغضان دباتك سوء إذن لقد بوناتا ما سيداد أغبع لهذين وقال لي إذن ديارنا دبك سوء إماذا سيداد أغبع لهذين حق يبادلك اللي إذن كالعدين دباتا ما سيداد أغبع لهذين وقال لي إذن سهل دباتا داد لك بغضان تقوى دا الله يا دبات لك بحا شيخ يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي إن تتقوا الله الله ذات كبغدان يجعل لكم ألا وحمدين يلي فرقانا مخرج ما لا تكبحدان لبك سوء يماده ما لا تكدستانو أن بدي سوء قارن ويكفر عنكم وإذن كتر تري حقين سيئاتكم حمان فيني ويغفر لكم وإذن دافي والله ألا ذو الفضل فضلك وصاحبه ويا العظيم أوين وحكوين إلهيلي لها dambigaagii oo la dhaafay oo ilaah subhanahu wa ta'ala ku dambi dhaafay xumaantaadii laga dhaafay laga tirtiray oo dhibaato ka soo kugu timaado oo adag maqrij aad helayso taqwada allah lagu helaa sida waa gal lagu meel wa idu waqti bal husba laydi yamkuru bika ay khiyana ku dabareen khiyana ku maamuleen alladina ku kafaru galoobay liyusbituka inay ku xidhaan أو يقتلوك كدلاء يخرجوك كبحيان ويمكرون ويخيان السمايين خيان السمايين ويمكر الله ألا نوو مكحيين وعقاب مرنية تاسو كعقابية والله ألا خير الماكرين كو وح مكحية ووح دبرة كل وكوذ خير بني نقول محمد وحال الحسوسين مركو مكتشوغي ويؤتشادين دار الندوة لمن كيوا وهنا رجال يرقرقا iyo gaaminay daartii wada tashiga iyo isugu tageen shaydaan oo nin oday honeji ka yimi iska dhigay yaa u yimid oo yiri warwaan idin la joogo khayriga waay meesane idinkuna antaladi idin la joogo nin oo caasan ahay waay yahay bay dhahdeen waa la fadhiistay marka wuxuu laan waan idin ku doomine talada soo jeediya ninba wuxuu soo jeediyay aynu xidna ninkaan markaas uu wuxuu dhigay shaydaan sidaas ma aha hadaad xidhaan saxaabadiisi ba intay timaado iyo dadkiisi yaa idin ka saari yaa meesha idin ka dhex saari markaas uu weerar idin ku soo qaadi fikrad ma hayna wallahi waa run taabi mid baa yidhi aynu dillo aan dillo iyo mid yidhi war hadaad dishaan reebani haashim iyo ninkii landheeraha uu ka dhashay saw sidaa ma aha qoliyana waxay leeyihiin ansaar marka qatliga dambeeyay qoliy ansaar rabay ilaaleen
oo waxay yiraahdeen inta iska saarta dibadaha aanu bixino sheeydaan wuxuu yiri warninkan aftahan nimadiisa miyidaan arag arabo dhan intii isku dubarid in soo weerareen Abu Jahl oo qatliga soo jeediyay yuri fikradaas ila qoman sheeydaan marka waxay go'aamiyeen qabiil kasta oo arab ah wiil dhalinyaro ah oo xoog badan in laga soo qaado oo seef loo dhiibo wiil walba isku mar inay ku dhuftaan marka reer bani haashim ama reer abd munaf magtiisi qasab ay ku qaadanaya ragii bay soo waxeeyeen malku jibriil ba markii ba nabiga u sheegay gurigi bay soo hortubeen ali ibn abi talib oo nin yar ah yuri sariirtayda ku seexo oo marada huwo nabigu intuu soo baxay oo galaas ku soo qaaday ciid yaa hurda horta alla dul dhigay oo nabigu waa alla waa ka dhigay yu ciid madaxa kulligood kaga daadiyay wuu dhaafay waa hijradii markay noqon doonto aroortii iyagoo leh uu ku jiraa yaa arkeenu Cali bin Abi Talib oo meeshii joogo dhalinyar abay arkeen war way saaxiibka wallahi war ma hayuu markaasay kala yaa in halkaas ku qasaanay marka qisadaas nabiga la xusuusinayo maka ka dhacday wad kur xusbaalay id waqti yamkuru ay ku khayaaneen khayaana ku sameeyeen makri bika adiga alladiina kuwi way faacilku kafaru gaalobay liyisbituuka inay ku xidhaan oo ku maxbuusaan oo yaqtuluuka ku dilaan oo yakhrujuuka ku saaraan wayamkuruuna khayaanay dabareen khayaanay sameeyeen wayamkurullahu allana uu makriyeyo meelayna ogeyn buu alla kaga keenay oo si ayna ogeyn buu nabiga uga dhexbahay wallahu allana khayrul maakiriina kuwa wax dabare oo wax maamula oo dhan buu ka wada sareeya waydaa tutla hadii lagu dul aqriyo عليهم قالوا ضد الشهداء آياتنا آياتها يجين قالوا حديث قد سمعنا مقلي وان مقلي لو نشاو هدان دوننا لقول الله وان ديه لهين مثل هذا سيدان وكلا نبو وان ديه لهين إن هذا ما هذا وحن ماها محمد وطو إلا صادير الأولين كوي ورشي كبر لي ذو دي موياني نضر بن حارس وينك وحن يريو انتو تغو اسفنديار يا الرسل يا خير فارس يا خير رومي yutiga boqoradoodu qisa ka soo qori iyo sheeko markaas uu iiman markuu nabigu dadka wax u sheegay u dhahanay haday dhageys aniga maxamed mid ka yeeshay sheeko wanaagsan waa baxsha anagu waxaan kala walaa iman kara waa kano nadar bin xariba sheekadii boqorii hore noo hayay wuxuu u lug saaraya anbiyaadii hore iyo dadkii hore laga sheekeynay ama urguba sheeko waan hayaa buulay nadar bin xaris wada tutla markay lagu dul aqriya calaamad shooda آياتنا آياتها إيجا قالوا وحده قد سمعنا هرتا مقالي لو نشاو هدان دوننا لقلنا وانده لين مثل هذا كانوا قالي أنا بوان كيني كرراي وكانوا نضد بن حارس باتشوغي وحيدهن إن هذا ما هذا كان ماءها والنبي الله محمد وطو يقول نبي أمي قانيني إلا أصادير الأولين كوي هذا شيء كبر ليدي وجمعه وإذ قالوا واذكر هدان حسبا ليدي إذ وقت قالوا أيدهن اللهم ألو إن كان هدوية هذا كان هو يسوى الحق حق هدوية ومن عندك حقاك كهذا فامدر علينا سود أسي حجارة دكحان من السماء سبدا نقل سود أسي أويتنا نولا إمو بعذاب العذاب أليم وكلل وهاوي وكلمة عرب وحكا دقصان لواهي ني يهودا وحوئي من عبد الله بن عباس وحوئي سوريركين نمكي لماءها إله ودوحني حقيها بلا ينقل سود أسي ما يدعين إله أن فهم سين ما يدعين به مركز عبد الله بن عباس إذن كنا مركز بدي صوت الله وذن إذن قوينين مركز ثمادين اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة سو إذن كي ما هب مركز واد قنمة هي أقوى بناي إله وادو وحن حقيه بلا إنه بسور وحكفي عن ذين يدعين إله وادو حقيه إن فهم سين ساسا كفي عليه وبذكر حسيد وقت قالوا أي إلهين اللهم الله إن كان هدويه هذا كني والنبي محمد وطاي هو الحق حق دويهي هو ذو الضمير الشاني ومن عندك عقاقة كأهاني فأمدر نقصه الدج علينا دوش هيدا حجارة النقحان من السماء السماء نقصه الدج أويتنا أما نولا إمو بعذاب عذاب أليم مؤلم حانوشية مركا الله حويل وما كان الله ألا ما أهل يعذبهم كي عذاب وأنت فيهم أدوك أدحتك وما كان الله ألا ما أهل يعذبهم كي عذاب وهم يقولون يستغفرون أي غفران ذا البيان والله بس يوضو انت أدوك أدحتوك تماركي سيدا كو الله بريدين أدوك أدحتوك ألا عذابهم هاي أمتك السوء ترثنا
nabiga idii oo la jooga la cadaab ma intaad adigu dhex joogto ma ka la joogaa lama cadaabay adiga amaan inta istighfaari jirto dad muuminiinii ku dhex jiraan la cadaab ma waxa galo istighfaarta lagu fasira markay kaacbada ag joogan ya qufraanaka 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 dhex jiree marka inta dhex joogto markay sida leeyihiin ilaahay balaayo ugu soo rileeyeen adoo dhex jooga cadaabkaas iman ma inta dad muslimihi ku dhex jiraan istighfaari jirtana cadaabkaas iman ma marka waa nabiga wuxuu yidhi laba amaan baan umadeeda kaga tagay mid waa nabiga joogidiisa uu tagay kaasi uu tagi doona amaankii kale waxa weeye waa istighfaarta waa istighfaarta marka aad istighfaarto dhibaato markay timaado istighfaarta la badin roobdoonta waan arki jiray culimadeen istighfaarta la badin jiray waa dhab wax kasta oo balaayo oo yimaada istighfaar ba ya Allah lagu caabuda wama kana Allahu allim maaha ليعذبهم في عذابي وأنت أدعون فيهم دحضة أطاعي أنت أدعو شوكته ألا عذاب كشود جن ماي وما كان الله الله ما هم يعذبهم في عذابي وهم يجون يستغفرون غفران البيان من الغفران كثير وأمان وما لهم ما أصب ناضيو ألا يعذبهم الله ألا ينوع عذابهم وهم يجون يسدون أي كهر جوكسدين ضدك عن المسجد الحرام مسجد الحرم ظلي وما كانوا منه أولياءه مسجدك أهلكيس معها إن أولياؤه أهلكيس معها إلا المتقون كوا الله كبغموه ولكن أكثرهم بذكر الله يعلمون سلامه ما كان له عليها المركعة كده احتكتوه محونا قال له عذابين مسجدك بيؤدي إذن ذاتك أهلك هاي يقول مسجدك أهل ما هو مشركين أسلام بيعابدان ذاتك مسجدك الله أقول تلقى لي مسجدك صاحب بديها أهلك هاي ويؤدي إذن marka sidee loo cadaabinay markay xaaladdaas u dhacdo ilaahay wuu cadaabay subhanahu wa ta'ala quraysh badal iyo fadhu makkah iyo dagaalihii dhacay oo dhan cadaab buu aha ku dhacay ilaani tii nabi muuse ka dambeeyay jihad ba jiray ummadaha lama halaagi jirin laakiin ciqaab baa lagu fidi jiray iyo abaar iyo wax daran wama allahum maxa usugnaadayo alla yu'adhibahum allah alla unu cadaabayn wahum yaguna yasuduna ay ka hor joogsadeen halil masjidil haram masjidka xurmada leh dadkii weelka aha wama kaanu ma aha iyagu awliyaahu masjidka ehelkiisa iyo saaxiibadii ma aha in awliyaahu ma awliyaahu masjidka ehelkiisa iyo saaxiibadii ma aha ila almuttaquna kuwa allah ta baqamaya walakin aksarum dadka badakoon la yaclamun sida uma oga wama kaana ma aha ni salaatuhum ducadoodu iyo salaadoodu indal bayti kaacbada akteeda ila mukaan foori mooyi iyo wajisiyeetan saaba dhabad mooyi marka wuxuu alla ku yiri fadhuqul adaba adab ka dadamiya sababi ma shay sababti kuntum adahayden takfuruna kuwa gaalo masjidka ineyni ehelo ahayn waxaad ku garan masjidka muuminiintu allah bay ku caabudayaan iyagu masjidka markay ku caabudi waa dhaanto foori way afkay ka fooriyaan waxa la leeyahay ta gacmaha saa isu saaramay fi leeyin iyo saaboo isla dhacayaan muusig ahaan bay isticmaalayaan foori marka waxaasi ku caabudayaan asnaamta marka kuwa soo kuwa saasi masjidka deeyelo ma ahay aynaga laftayna qaar sidaas ay jiro dad saxaabada iyo iskaga caabudo alle ya jiro wuxuu durbaan ko iska tun ila fooris durbaan tu waslamay ayar iskaga tun taajira marka macnaha dadkaasi deedad niyo wanaagsan inay yihiin ba suragala ee wax wax u sheega ilaahay yihiin wama kaana ma aha ni salaatum ducadoodi iyo salaadoodu intal bayti kaacbada agteeda إلا مكاءن فوري مويان يو تسدية صعبة دو مالك يحالقو يريكوا فجوقو دادمية العذاب عذابك بسبب ما شيء سببتي كنتم هذا هيدين تكفرون كوا قالوا إن الذين كوا كفروا قالوا بي ينفقون ويبحينيان أموالهم حولهون ليسدوا إني كهر جوك سلام دادك عن سبيل الله ألا ودليس فسينفقونها ويبحينيان ثم تكون وحي كؤان خلاص عليهم تسحذرة قومهم ثم يغلبون واللقاءات كان والذين كوا كفروا قالوا بي إلى جهنم يحشرون الله شرين دون ما يشان وحي تلمامي يسمركي بدل أردعي حوله في قريشات أنبت قالين يعددكي ويلشو ذي ولا له ذي أبا يوغو ذي عبد الله بن ربيعي إيه عكرمة بن أبي جهل إيه صفوان بن أمي يرجع أبا يوغو ذي يا ولا له للهي يا أبو سفيان إيماني وحين أبو سفيان حوله ما شاء الله تقول حنقول عوسان
inaannu kharash garayna si aan u soo argudano oo nu cul u duulo oo nu ninkii aanu weeraro sida noo galay waayay baale xoolihii wal isku dubariday waa uxud baa dhacday xoolihii quraashad bay uxud ku soo dagaal galay marka uxud ee sanadkii saddexaad baa ahay sanadkii ku xiga bay ahay uxud marka inkastoo saxaabada dhibaato badan gaadhay haddana dhibaatadii iyagu ku dhacday waa la ogaaba waa laga adkaaday markii dambe aayadu halkaas ay tilmaamaysaa marka way ku khasaareeno waa qoomo ma oo xoolihii way ka baxeen waana laga adkaaday xoolihii way ka khasaareeno waa laga baxay waana laga adkaaday maxaa faa'iido ay hayaan marka akhriyaa dub way seegeen innal ladina kuwa kafaru gaalobay yunfiquuna waxay bixin oo kharash kareen amwaalahum xoolahooda liyasuddu inay ka hor joogsadaan khalqiga can sabiilillahi alla wadadiisa fasayunfiquunaha way bixinayaan summa takuunu amwaashaasi waxay noqon maxaa yeelay xasratan iyo xasratan waasirale xasratan qooma may noqon maxaa yeelay waxba uma qabsoomin waa xoolihii ka khasaaray summa yuqlabuuna waa laga adkaan waladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaa jahannama jahannama yaa yuxsharuuna loo shirin maxaa jahannama loogu shirin liyamiisa allaahu waa allah kala madhaya dadkii liyamiisa allaahu allah inuu kala sooco alkhabiisa ka xun min adayibi ka wanaagsan ka sooco way calal khabiisa ka xun uu yeelo bacdahu qaarki calaa bacdin qaarka kale oo fayalkumahu is dul saaro jamiican dhammaantood oo fayidcalahu uu yeelo fii jahannama ulaa'ika kuwaasi humul khaasiruuna kuwa khasaaray wey marka adduunkana sidaa way noqon kartaayo allah subxaanahu wa tacaala dagaalkan iyo waxaan lagu jiro ka xun iyo ka fiican baa kala madhn oo ka fiicani xaqu raaci ka kalena de dagaal buu ku soo jiraa laakiin meesha waa aakhiro allah subxaanahu wa tacaala ahmaashan dhacaysiya sida qiyaamuhu alla dadka kala soocaya kii xun iyo kii fiicnaa markaasaa jahannamo inta laysul saaro yo halkaa ay gelayaan allah subxaanahu wa tacaala acmaashan iyo waxaan oo dhan waxaa sidan loo yeelay liyamiisa allaahu alla inuu kala sooco alkhabiisa ka xun oo min adayibi ka wanaagsan ka sooco yacni min adayibi ka sooco waa jinsi waxan waxa xun oo dhan waxa fiican ka sooco wayacalal khabiisa ka xun uu yeelo bacdahu qaarka cala bacdi qaarkan isdul saaro waa isdul saaro waa isku gurtuuli oo fayarkumahu uu isdul saar saaro jamiican dhammaantood oo fayidcalahu uu ka yeelo allah fii jahannama jahannama uu ka yeelo dadkii fiicnaana raaxadaad og raaxada laynoo sheegay iyay ku jiraan ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray weyn qul waxaad ku tidhaa lilladiina kuwii kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday nahyoonaadaan yuqfar lahum waa loo dhaafi maa qad salafa wixii horreeyey oy jaahiligii iyo gaalnimadii ku sameeyeen wain yacuuduu hadday ku noqdaan yacni gaalnimadii ay sii daa'imaan bay ka dhigan tahay in yacuuduu gaalnimadii ilan ka soo baxaa laleeyahay hadday diidaan oo ku noqdaan faqad maddat way tagtay sunnatu alawwaliina dadkii hore sidii loola dhaqmay dariiqadii loola dhaqmay way tagtay oo waa maxay dariiqada loola dhaqmay kuwa xaq diidayaasha ciqaaba mashruuta marka waxa weeye hadday waantoomaan waxa la wixii jaahiliga ay ku sameeyeen waa laga dhaafaya marka masalada meesha ku jirta waxa weeye qof kasta oo jaahili ku jiray oo dhibaato iyo wax badan sameyn jiray markuu islaamka soo galo wax loo qabsanay ma jiro waxaa marka xadiis baa ah laa aclamu sixatahu qofku markuu isagoo gaala islaanimada soo galo hadduu islaanimada ku wanaagsanaado wax loo qabani ma jiro xore waa laga dhaafay laakiin markuu islaanimada soo galo hadduu xumaan badan sameeyo wixii hore waa loo qori waa xadiis laakiin saxadiisa hadda ma ogi marka innagana ka soo qaad marka dadkeenu hadday toobo keenaan ruux baa dambiile ahay oo wax walba samayn jiray uu toobo keenay miyaa wixii ka horreeyay loo dhaaf ilan markaa hore jaahil buu ahaay waxa alla wixii xaq alla leeyahay waa laga dhaafi baa leeyahay wixii xaq bani aadama culimada qaar waxay leeyihiin isna waa laga dhaafi laakiin wixii xaq bani aadama hadduu markii laa ilaaha ila allahu nin leh yahay xaqii bani aadamka waa loo haystaa haddaan laga saamay laakiin xaqullaahi waa laga dhaafi hadda salaadoo kale ninku isagoo qaadico dariiq qaadico salaadaho qaadico dariiqaho wax walba sameeyey yuu salaada bilaabay uu toobo keenay culimo badani waxay leeyihiin waa qadaa laguma leh
ولما بدن باسي دال مالك احمد بن حنبل وحقضاء اللقمة لبيني انت دموك بالسنة دبادين قل واحد كتلا للذين كوي كفروا قالوا بي إن ينتهوا هذي خيبتومان النهيون هذا وحمانتي كسو نقضان وإسلام كقاتان يغفر لهم والورنا فيما قد سلف وحيه الرئيي وجاهلقي إيا قال لماذا أي خصم أيام والغرنا في وإن يعودوا هذي كل نقضان قال لماذا معنى هو الله يهدي هذي ديبوا نقضان وقال لماذا سيد دائما فقد مضت ويتت سنة الأولين كوي هوري وحي لقول أدغم الشري ويتت محال لقول أدغم الشري دي والله أبا المرينة يا عقابة المرينة وقاتلوهم لايا لدى قالما قالت حتى لا تكون انت إلى أن لهرين فتنة فتنة ويكون الدين عبادة نعيوها كله دمات لله الله فإن انتهوا هدين نهيون هذا فإن الله الله بصير خيار كوي بما يعملون وهي عمل فله ودم دافع لدى قالما ليري قالت حتى لا تكون فتنة إلى شرك بالله كان هذا وحانو نرحنا وطامع نرحنا خبر من ربط إلى فتنة اللوائي وشرك اللوائي وعبادة ألا كالجوها تعدفلوا العبادة أين يترين تقال كوذان ومشركين تكوى سيدا الله لده قال لهم تدكي له كتابك وحالو لده قال لهم حتى يعدوا الجزية إلى أي قبر كبحية إلى أي قبر كبحية مشركين تويو كوى لليه إلى شرك قال لك تخلصه حتى يقولوا لا إله إلا الله هو وقاتلهم لا تكلم حتى لا تكون إلى أن لهلين فتنة فتنة شرك أن لهلين ويكون الدين الدين وهذا كله دمانت الدين وعبادنا لله عليه فإن انتهوا هدين نهيونا فإن الله الله سبحانه وتعالى بصير كي أركوي بما يعملون وحي عمل فليان طيف يبتومان وطوبة كينا الله بكاب المرنين وإن تولوا هدين جيستان وحق كجيستان وإذن أمر ديدان فاعلموا أقادا أن الله لمولاكم ناصر كينا يماملهين إنو يهي معنى وحبا إذن يهلي بها يامي كارد غنطر وحلا وحي إذن يهلي مالي هدين إذن ديدان وحلا وحي إذن يهلي كارد مالي الله بأذن كالمين وإن تولوا هدين جيستان فاعلموا أقادا أن الله لمولاكم ناصر كينا قرقاريهين إنو يهي أقادا معنى ديدا دا إذن ديدين وحبا إذن يهلي كارد نعم المولا نعم وحاوان أكسن المولى قرقارا وناكسن والنعمة وحاوناكسن النصير كالمي والله هو النعمة إعراب تيضو وحسك له وحك لاشرة نعم المولى المخصوص بالمدح الله ساسين غوصة وحبايان كلاشرة نعمة وحاوناكسن المولى كالمي والنعمة النصير قرقاري يا وناكسن والله وحل شيغي والله سبحانه وتعالى.